السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا تبعنا معا آخر الأخبار على الساحة السياسية بإيطاليا، وكيفاش سقط سالفيني، وكيفاش أنه من بعد ما كنت يطلب السلطة المطلقة يعني انتهى به الأمر أنه في المعارضة تكونت الحكومة وأدوا القسم الوزراء، وكذلك أدوا القسم حتى الكتاب العامون لسلطة سكرتاري بالضبط البارح في الصباح. ولكن في الليل جات بعض المفاجآت على الساحة السياسية. ماذا وقع؟ تيورينسي قرر بأنه يخرج من البي دي، وما يخرج بوحديته، وانما غادي يخرج هو وبالناس اللي كيتبعوه. كيف ما عارفين ان داخل الحزب الديمقراطي كاين مجموعه من التيارات اللي هي من اليسار ليسار، وكاين من الوسط ليسار، وكاين التيار نتاع ماتيو رينسي كان كتكاتب عام ديال الحزب الديمقراطي، وكان حتى رئيس نتاع الحكومه السابقه، واللي جا في بلاصتو جنتيليوني. هو رجل مليء بالطموح، رجل مليء بالطموح وبالغرور، رجل كيظن بأنه يمكن له يعني يستحق أكثر من المكان اللي هو فيه. باش نعرف شكون هو ماتيو رينسي خاصنا نرجعوا له، شنو دار ماتيو رينسي؟ ماتيو رينسي ما عمره ما خدم حتى هو قاري، عنده لالاوريا ديالو، مزوج بمعلمة وعنده 3 نتاع الأولاد. أول ما بدا الخدمة ديالو كسياسي بداها مستشار بلدية ديال فيرنس، من بعد أرجع مستشار في لابروفينشا ديال فيرنس، ومن بعد أرجع سينداكو ديال فيرنس لمدة 10 ديال السنوات. مني رجع السينداكو ديال فيرنس يعني ديك الساعة كبر كسميتو الطموح ديالو، وبغى أنه يدير ديك الخطوة الكبيرة ويرجع مثلا رئيس نتاع الحكومة أو برلماني أو شي حاجة. اختار الحزب الديمقراطي، علاش؟ ماشي لأنه كيآمن باليسار، اختار الحزب الديمقراطي لأن الحزب الديمقراطي كان هو أول حزب آنذاك، ولحد الآن هو الحزب الثاني. إذن فاش دخل رينسي دخل عنده واحد تفكير يعني كيفرق. أول حاجة هو أنه نظم بروسيما فيرماتا إيطاليا، إلا كنتوا عاقلين في كل مدينة دار بروسيما فيرماتا. هاد بروسيما فيرماتا حتى أنا انتميت لهاد البروسيما فيرماتا، لأن كانت عندها واحد الأهداف يعني جديدة، كانت عندها سياسة جديدة، سياسة خفيفة، سياسة كتهضر مع الشعب بلغة يعني صريحة، لغة اللي كيفهمها كل شيء. ولكن من بعد بنت النوايا ديالو. أول حاجة اللي أنا شخصيا اللي خلتني يعني ما نبعد على ماتيو رينسي، وما عمري صوت عليه، وما عمري عجبني أو أنني ثقت فيه، هو التعامل ديالو. أنا كنعتبر بأن السياسة هي قبل ما تكون مصلحة هي رسالة، هي خدمة يعني اجتماعية قبل ما تكون مصلحة. من طبيعة الحال فاش كتلاقى المصلحة ديال السياسي مع الرسالة مع المبادئ كيكون نجاح، وكتكون أشياء جميلة جدا، لأنه هو كيحس براسو داك الطموح ديالو وصل ليه، وأنه تيخدم حتى المجتمع اللي كينتمي ليه. ولكن فاش كيبقى غير المصلحة كيولي انتهازي وما كيوليش سياسي يعني مزيان. شنو بان فاش دخل رينسي ورجع أول مرة غادي يرجع برلماني وحط عينه على الحزب أولا ومن بعد على الحكومة؟ كان إلا عقلته كان البي دي هو الأول، ونجح في الانتخابات في 2012 ولا 2013، وكان بيرساني هو الكاتب العام ديال الحزب الديمقراطي. كان الحزب الديمقراطي قدم رومانو برودي بحال رئيس نتاع الجمهورية، وكانت عندنا الأغلبية لا في السيناتو ولا في البرلمان اللي وقعوا لا كنتوا عاقلين، واللي كان هما أن 101 من البرلمانيين ديال البي دي صوت ضد هذا القرار اللي هو ديال البي دي، يعني صوت ضد الحزب ديالو. وكان القائد ديال هاد لي فرانكي تيراتوري، الفرانكي تيراتوري هي التراديتوري الخائنين، كانت القائد ديالهم هو رينسي. هذه اول حاجه ضرب، هو واحد اللي باغي
الوحدة ديال الحزب ما يمكنلكش تضرب فيه وتخونه بهذه الطريقة، يعني لأن فاش كيمشيو يصوتوا ما كيصوتوش يعني على البنت، يصوتوا في السير. إذن هذه عمل قبيح جدا وخيانة للحزب وخيانة حتى للمنتخبين اللي انتخبوا ذاك الحزب وعطوه الثقة باش يختار رئيس ديال الريبوبليكا يعني نتاع الجمهورية. ما عليناش دار هاد المسألة ولكن ما كانش دلائل يعني قاطعة، ولكن بدا كينظم كل عام واحد اللقاء في ليوبولدا تيقولوا له، واللي رجال أعمال كبار وأبناك هما اللي كي يمولوه، يعني خارج إطار الحزب هو كينظم الناس ديالو سواء اللي كينتميو من الحزب واللي عندهم دي ليفيستي بوبليك كبحال مينيستري كبحال بارلمنتاري سيناتوري سينداتشي، تينظم لهم هاد ليوبولدا. شنو وقع داخل الحزب؟ هو ولا عندنا حزب داخل الحزب. اذا كل اغلبيه ترشح ورجع رئيس نتاع الحزب الكاتب العام ديال الحزب الديمقراطي، ولكن من قبل هذيك المساله اللي صوتوا ضد برودي تم قدم استقالته بيرساني، ولو انه بالفضل ديال بيرساني باش حنا ربحنا الانتخابات واللي كان هو الكاتب العام ديال البي دي في ذاك الوقت. اذا تيهبط بيرساني وشكون اللي كيرجع رئيس الحكومه؟ كيرجع جاني ليتا. فاش رجع جاني ليتا اول حاجه بداو كيقولوها رينتي غيطيح الحكومه غيفعل، هو قال ديك الجمله ديالو المشهوره بزاف ستاي سيرينو ستاي سيرينو، نفس الجمله اللي عيط الباح الكونتي وقال الكونتي ستاي سيرينو راني ما غاديش نهبط يعني الحكومه. ما كاين مشكل، من بعد ستاي سيرينو دازت 3 شهور طيح جاني ليتا ورجع حتى هو في بلاصتو ورجع رئيس ديال الحكومه في بلاصه ليتا. الو الطموح ديالو وداك ليغو ديالو الغرور ديالو ما وقفش، بغى انه يبدل الدستور ديال ايطاليا فيما يتعلق بقانون الانتخابات، وخرج بتصريحات يعني تدل على انه بليد وانه مغرور. تيقول لهم الا ما داش هذا الاستفتاء انا ما غاديش نبقى في السياسه وما غاديش نبقى رئيس. الناس خرجات ومشات صوتت ضده هو، ماشي ضد الاستفتاء، ضده هو. تيطيح ما كيدوش الاستفتاء، تيضطر انه يقدم استقالته ويرد جنتيليوني في بلاصتو كرئيس نتاع الحكومه الايطاليه في بلاصتو، وصرح بانه عمره ما غادي يعمل سياسه ولا غادي يكون سياسي. ولكن هو ككل زعيم طموح ومغرور وعايش وكبر بالسياسه وما عمره ما خدم شي حاجه الا السياسه، يستحيل يمشي وما يعملش السياسه، وبقى داك التيار ديالو. ولو انه جا المؤتمر الوطني ديال الحزب الديمقراطي ولا التيار ديال رينسي هو تيار اقليه وماشي اغلبيه، وطلع زينغاريتي، ولكن هو تيدير كل عام داك التجمع ديالو وكيحكم في الناس اللي تابعين ليه، من ضمنهم يعني سيناتور يعني مستشارين، ومن ضمنهم برلمانيين، ومن ضمنهم سينداكالتي، وفي كل يعني في كل مؤتمر سواء جهوي ولا اقليمي ولا ديال المدينه كاين فيها التيار نتاع رينسي. بعض الاحيان تيكون عندهم الاغلبيه كبحال المدينه اللي انا ساكنين فيها عندهم الاغلبيه، ولو ان على الصعيد الوطني هو ما بقاش عنده الاغلبيه. شنو وقع؟ وقع هو انه شاف ان سالفيني ماتيو سالفيني الهبيل الاخر طيح الحكومه لانه باغي بيني بوتير يعني السلطه المطلقه، وهو اللي كان تيقول سانسا ديمي يعني انا ما عمري نتفاهم مع التشينكوستيلي ولا نحكم مع التشينكوستيلي، صيفط رساله عبر الفيسبوك وقال له قال زينغاريتي الكاتب العام ديال الحزب الديمقراطي ما كاين حتى شي مشكل اللي بغيتو ديروا الحكومه، باسطا يبقى سالفيني في المعارضه ونقضيو عليه. ديك الساعات زينغاريتي لقى راسو واحل ما عرفش شنو غادي يدير، لانه لما عملش الحكومه مع الخمسه ديال النجوم كبحال انه ما باغيش الايطاليا والايطاليين وما باغيش الخير لايطاليا، ولا عملها كبحال لانه من بعد ما تعايروا داكشي دار. اذا داروا هاد الحكومه هو كيشوف من البعيد، حط الناس ديالو وزراء ومستشارين وكتاب عامين، ومن بعد ما تكونت الحكومه حلفوا الوزراء وحلفوا الباح في الصباح
الكتاب العامين يعني النائبين ديال الوزارة، وفي الليل تيعلن على الخروج ديالو من البي دي. غتقول واش هذا حمق، واش هبل، وعلاش اللي ما علنش الخروج ديالو من البي دي من قبل ما تكون هذه الحكومة؟ طبيعة الحال لو كان خرج من قبل ما تكون الحكومة كان البي دي ما غاديش يتفق مع الخمسة النجوم، يعني غادي يبقى البي دي في المعارضة، وكان غادي يرجع سالفيني أقوى بأكثر من دابا أو من قبل. إذا شنو كان غادي يوقع؟ أنه واخا يخرج من البي دي بديك المجموعة ديالو، يعني غادي يولي واحد الجروبو ميستو، يعني مستقل، جروبو هكا مستقل داخل البرلمان وداخل مجلس المستشارين، ما عنده حتى شي فائدة. الفائدة البي دي في المعارضة، هو في المعارضة وما عنده حتى شي فائدة ولا أهمية ولا قيمة، لأن الحكومة مكونة على ليغا ومكونها الخمسة نجوم، والآخرين كيشوفوا كينبحوا صلاة عنبي. ولكن لا، لأنه فوربو خلات تكونت الحكومة وتكونت بالناس ديالو، وقال لهم السلام عليكم. إذا السلام عليكم غيدي معاه 20 تاع البرلمانيين و10 ديال المستشارين، هذاك العدد الكافي اللي يمكن له يخلي الحكومة واقفة ويمكن له يطيح الحكومة. إذا شكون اللي غادي يصبح مهم؟ زين قاريتي من طبيعة الحال ديال بارتيتو ديموكراتيكو ما عنده حتى شي هدف وحتى شي نتيجة أو حتى شي مصلحة أنه يطيح الحكومة، والو. الخمسة نجوم عارفين راسهم بأنهم تقريبا مات ولا طاحت الحكومة، ما عمرهم يرجع. إذا شكون اللي غادي يبقى يحكم في التالي؟ غيبقى يحكم الطيورينسي، عملوا هادي ولا نطيح الحكومة، هادي ولا هاد، حطوا لي هذا ولا هذا، شنو غيدير؟ غير كارطاج. إذا غينسي كما دائما نونسي زميت انتي الشماعي، هو نفس الشخص انتهازي الطموح، انتهازي الغدار الكذاب، تيل دابا تيكونفيرمي راسو بانه انتهازي، بانه خاصو انه يكون ليدر باي ثمن، وخا ما يبغيش الشعب وخا ما يبغيش الحزب. هو ما عمره ما كان من البي دي، من نهار اللي دخل بافكار يمينيه لا تموت صله باليسار، ملي دخل وهو كيفرق ما بين الناس، ما كيجمعش ما بين الناس، لان زعيم نتاع الحزب الليدر دي اون بارتيتو ورئيس ديال او الكاتب العام ديال الحزب كيعمل ما في امكانيه باش يجمع كاع داك التيارات اللي كاينه ويكون هو الاب الحنون ديالهم ويوفق ما بيناتهم. الا رينسي مني دخل هو في صداع، هو في صداع، هو في صداع، هو كيفرق، هو كيشتت، يعني ما عمر شي واحد دا اليسار ولو لا ليغا يعني اليمين المتطرف ضانو اللي دار رينسي اليسار ما عملها حتى شي واحد من اليمين. حتى الاجنده اللي خدم الاجنده ديال بيرلوسكوني ونتاع اليمين بالارتيكول دي تشوطو اللي جا ضد العمال وضد السندكاتي، هو اللي كان تيصرح بان النقابات لا فائده فيها، يعني ما عندهم علاش يدافع على العمال وعلى العاملات. انا شخصيا فرحانه انه خرج كبحال شي مسمار ودقينه واخيرا، ولكن يعني تيقلقني، اللي مقلقني هو الوقت اللي خرج فيه، وعلاش خرج في هذا الوقت، واش كيفاش ان هذه الحكومه غادي تبقى معلقه وتابعه طموحات نتاع واحد يعني فوق ما تدور له يطيح لنا الحكومه ونبقاو حتى نشوفه. هو كيقول انه عيام الحرب ما بين الفوكو اميكو، يعني من نفس الناس اللي من نفس الحزب، وانه خرج باش ياخذ الوقت الكافي باش يحارب ويناهض سالفيني، وباش سالفيني عمره ما يرجع للحكم. هذا عمل جميل جدا، وحنا كنا ما باغيين غير هذه المساله هذه، لانه خطير. ماتيو سالفيني خطير على الديمقراطيه بايطاليا، خطير على الايطاليين بنفسهم، حتى هذوك اللي كيقولوا حنا بغينا ماتيو سالفيني، حنا هادي ماشي واعيين بالخطوره نتاع القرارات نتاع ماتيو سالفيني. ولكن ثقوا بيا ان ماتيو رينسي لا يقل خطوره على ماتيو سالفيني. هذا رأي ديالي، نتمنى اننا نناقشوا جميع، ماشي من المفروض يكون عندي الحق، وانما رأي ديال وحده اللي هي تأسس على يديها الحزب الديمقراطي وعاشت كل الاختلافات وعاشت حتى اليومنا هذا، وكل ليله شنو كنعاني مع
مطيو غينسي ومع لي غينسياني واللي لي سوء الحظ انهم ما بغاوش يخرجوا من البيدي، ولو ان مطيو غينسي خرج ولو انهم تدافعوا عليه مازالين دايرين حق الراس. كنسلم عليكم، كنحييكم، كنتمنى لكم امسيه سعيده، ونتلاقاو في الجديد ان شاء الله. مع السلامه. عجبك الفيديو؟ سندنا بالإعجاب والاشتراك بالقناة والضغط على الجرس ليصلك كل جديد.